نبدأ معكم حلقة جديدة من برنامج بيت الحكمة، برنامج الحضارة والثقافة والكتاب. في بيت الحكمة بعد قليل، الكتب الحديثة الإصدار. سيكون ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع في قسم اللوحة الكاتب بولانت أكيوري. أما في قسم الكلاسيكيات فسنتناول كتاب فاضل حسن دغلرجة والذي يحمل عنوان الطفل والله. كما سنتوقف في قسم الكليات على كتب نور الدين توبتشو. وأخيراً سنتناول في قسم الكتاب المفقود كتاب مهرالي بيك للكاتب جنغيز تشاكالولو. لنبدأ معكم برنامج بيت الحكمة. إن الكاتب عبد الله يلدز في آخر عمل له يهدف إلى التعرف أكثر على مفهوم مقام النبوة وما يحمل هذا المقام من قيم وأخلاق وأهداف. فكل الأنبياء الذين أرسلوا من قبل الله عز وجل قد أرسلوا إلى أقوام جاهلين، فإنهم تعرضوا لصعوبات كبيرة فقوبلوا بالرد والرفض من قبل تلك الأقوام، حيث أنهم واجهوا الأذى بشتى أنواعه ليظهروا أروع الأمثال على الصبر والثبات في سبيل تحقيق ما يسعون إليه. فكل الدعوات التي كان يأتي بها الأنبياء وهي دعوات التوحيد كانت ترفض من قبل تلك المجتمعات. فكاتبنا يظهر لنا حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيف أنه كافح وبشدة لأجل إيصال رسالة التوحيد إلى بني قومه، فعبر عن ذلك بلغة بسيطة وبنهج صريح ليتعرف الناس عليه أكثر. الكثير تحدثوا عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، ووصفوا صورته الوسيمة وأفردوها في مؤلفات خاصة، لكن هذا الكتاب أضاف إلى ذلك أشياء تتعلق بها، فذكر صورة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، وتحدث عن حياته اليومية، وتوقف عند عبادته ومعجزاته، وخصوصاً معجزة القرآن الكريم، فقدم دراسة مجملة عن شخصيته عليه الصلاة والسلام من خلال ذلك كله. يجب تحمل أحزان ومصائب الحياة. أليست هناك علاقة مشتركة بين الأفراح والأطراح؟ ألا يلزمكم الدموع لدى حاجتكم للبكاء؟ فهناك من الهموم ما تسبب البكاء، ولكن مع الضحك. نجيب فاضل، قصة كوريك. سنتحدث في قسم اللوحة في هذا الأسبوع مع ضيفنا الكاتب بولانت أكيوريك عن كتابه وأعماله. نريد أن نتعرف عليكم مع قصتكم في الكتابة أيضاً. حكايتي مع الكتابة أستطيع أن ألخصها هكذا: في عام 1985 انتقلنا من مدينة ألاز إلى أنقرة، فعندما ذهبنا إلى أنقرة كانت لهجتي سيئة جدا، ولم أكن أعرف التوقيت وكم وصلت الساعة، ولم أكن قادرا حتى على الإجابة على أي سؤال بسيط متعلق بهذا. العديد من الجمل تتردد على ذاكرتي، حيث إن جملة أيها العم هل يمكنك أن تخبرني كم الساعة الآن كانت تتردد على مخيلتي، ولم أكن أستطيع أن ألفظها بلساني. كنت خائفا هل إذا سألته بهذه الجملة سيكون التعبير خاطئا وهل ستكون الجملة ركيكة. كل هذا كان يتردد على بالي ويمنعني من أن أطرح السؤال، وبعض الأوقات كنت أفكر في هذه لمدة 5 دقائق دون أن أحصل على نتيجة، فخوفي من النطق هو الذي دفعني إلى الكتابة. فبعض الأسئلة التي كانت تطرح علي من قبل الآخرين والتي كنت أجاوب عليها بتحريك رأسي، ثم كنت أذهب راكضا إلى البيت لأكتب 15 سطرا جوابا على ذاك السؤال. فأنا قمت بهذه التمارين، ولكن كل هذا جاء بفضل قراءتي المتواصلة للقصص والروايات التي كانت تؤنسني في وحدتي. فأنا كبقية الكتاب بدأت ملحمة الكتابية بكتابة الأشعار القصيرة شيئا فشيئا. هل هناك علاقة بين كتابك الأخير والكتب الأخرى؟ وأين هو من تجربتك في الكتابة؟ لدي حوالي 23 و25 كتاباً، فلدي مغامرة مع الكتابة
التي قد تجعل عظامي تتهشش وتجعلني غير قادر على الحركة. لم أكن أستطيع النوم. أتذكر أنني نمت نتيجة المخدر الذي تعرضت له بسبب إجراء 3 أو 5 عمليات. كان دائماً ذهني منشغلاً بشيء ما يمنعني من النوم حتى الصباح، فكل هذا أدى إلى إفساد نومي وجعلني أحتفظ بالعديد من التراكمات لأصنع حكاية حياتي، لأحاسب نفسي بنفسي عن طريق بعض الخطوط في الكتابة. فلا يوجد كاتب يتشاجر مع قرائه على الرغم من العلاقات القوية التي تربطه بقرائه. فآخر كتابي قد تم إصداره بشكل عاجل، قد يكون محتواه فارغاً من علوم الفلسفة. فالشيء الذي أريد الإشارة إليه أن كل ما يتم تدريسه للطلاب في الفلسفة وفي مدارس الفلسفة ويجعل عقل الطلاب منشغلاً بها لمدة 24 ساعة من فلسفة العصر اليوناني القديم ومدارسهم، لا يهم أبداً الناس الذين يعيشون في هذا البلد، ولا يوجد أي روابط مشتركة مع حياتنا اليوم. فحياة الفلسفة اليونانية القديمة ليس لديها أي مقابل في حياتنا هذه، ولا يوجد لها أي مقابل في كل من إسطنبول ولا أنقرة ولا بورصة ولا أي مدينة تركية أخرى. فنحن مجتمع قمنا بتعلم هذه الثقافة وتعلمنا الحكمة منها، وأردنا أن نتعلم هذه الحكمة وإدراكها وفهمها. ولعودة الحكمة للفلسفة من جديد، يجب علينا الخروج عاجلاً من الفلسفة، أي التخلي عن كل هذه المفردات التي تتعلق بالفلسفة اليونانية القديمة أو ما تم استخدامه من تعابير في الفلسفة المادية والتداوي منها والتخلص منها. ثانياً، التفكير أو الفكر الذي يتولد من مخيلتنا حتى ولو كان في سطرين في كتاب فارغ كل صفحاته، فكل كتاب يدفعنا إلى التفكير حتى ولو قرأنا صفحتين منه في اليوم تشكل لنا جزءاً من الشجرة التي ستنمو شيئاً فشيئاً لتتحول إلى شجرة الحياة الكبيرة بجذورها الراسخة وبغصونها الجميلة بأوراقها وثمارها. فكل شيء نقوم بكتابته حول الكون والعالم أو أي كتاب أو أي سطر أو أي مقطع، يجب علينا أن ندقق جيداً ونفكر جيداً ماذا نكتب لكي لا نحصل على شيء من دون فائدة. فيجب التفكير في كل جملة ومقطع وعبارة قبل كتابتها. قد يسأل البعض أنك قمت بعمل كتاب فارغ وتقوم ببيعه، فأنا أقول لهم أيضا قمت بكتابة 20 أو 25 كتابا مليئا حتى قمت بكتابة هذا الكتاب الفارغ. فهناك العديد من الكتب في تركيا قد تتجاوز صفحاتها 500 أو 600 صفحة. عدد صفحاتها كثيرة وحجمها كبير واستخدم فيها الكثير من الحبر، ولكن محتواها فارغ لا تدر أي نفع على الناس. وأنا أيضا قمت بنشر واحد منها، على الأقل خرجت من المنهج. فهناك مجاز يقول قلته فارغا فأصبح فارغا. فهذا الكتاب عبارة عن كتاب المواجهة. Bir yüzleşme kitabı aslında. من السهل أن أسرق، ومن السهل أن أدخل السجن، ومن السهل أن أقتل، وليس أسهل من إعدامي. ولكن الحياة هي الهدف، والحياة الكريمة هي الأمل، والأسلوب هو العمل. وحدي طبعاً لا، مع الآخرين حتماً، ولكن المشكلة هي إقناع الآخرين بالعيش معي. أنيس منصور. إن تاريخ 28 من شباط في حياة السياسة التركية يذكرنا بأصعب المراحل التي مرت بها تركيا، حيث جعلت المجتمع التركي يمر بفوضى عارمة. فكاتبنا صباح الدين أرسلان كان يعيش في تلك الفترة في أنقرة، فوجد نفسه داخل هذا السيل العارم ليتحدث لنا ما رآه وما جرى له في تلك الفترة. لقد شاهدنا العديد من الكتب التي تتحدث عن حادثة 28 شباط وما مرت به تركيا في تلك الفترة، ولكن الشيء الوحيد الذي يميز هذا الكتاب أنه يتناول الحادثة وعواقبها من ملاحقة كاملة للجماعات الإسلامية، لتبدأ من شوارع أنقرة وتنتهي بالسجون وما كان يجري فيها من تعذيب وتنكيل،
يتحدث الكاتب عن فترة 10 سنوات التي استغرقتها هذه الأزمة، فيتناولها بأسلوب مزاحي يجمع ما بين الحزن والمزاح في آن واحد. يشكل هذا الكتاب قراءة في الوضع الفلسطيني الراهن وفي لحظة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية التي تشهد اضمحلالاً للدور الرسمي والذي يبدو أنه يزداد ضعفاً يوماً بعد يوم لأسباب عديدة، ليس أولها الاحتلال الإسرائيلي ورفضه كل ما يمكن أن يؤدي إلى تطبيق القرارات الدولية، وليس آخرها نفاذ معظم أوراق القيادة الفلسطينية في مفاوضاتها مع الإسرائيليين. وفي ظل الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين برزت فكرتان محوريتان لحل المعضلة الفلسطينية، حل الدولة الواحدة وحل الدولتين. والفكرتان لهما أنصار من دول وسياسات ومعنيين بالشأن الفلسطيني من قادة ومفكرين وناشطين من الداخل والخارج، وكل له مبرراته ورؤيته للحل الشامل. الطفل والله، فاضل حسن دغلرجة. الشاعر التركي ولد في إسطنبول عام 1914 ومارس الوظيفة العسكرية لمدة 15 عاماً بعد تخرجه من ثانوية كولل العسكرية. ولدى تقاعده مارس العديد من الوظائف، فقام بفتح دار للكتب أطلق عليه اسم الكتاب ليبدأ مسيرته في النشر. فهذا الشاعر المشهور الذي نشر أول كتاب له في عام 1934 يشعر بتأثير أشعاره على الناس في تلك الفترة، كما كانت تؤثر أشعار نجيب فاضل على الناس. فيتبع الكاتب بعد ذلك أسلوبه الخاص في كتابة الشعر في كتابه الذي يحمل عنوان الطفل والله، ليكتشف نفسه بعد ذلك. هذا الكاتب له لغته الخاصة به ووجهة نظر دون أن يبقى تحت تأثير أحد، ليكون إحساسه الخاص هو الذي يوجهه إلى كتابة الشعر. فهذا العمل يظهر لنا خصوصية الشعر التركي من خلال اللغة التي استخدمها والبنية التي انتقى منها عباراته، ليكون هذا الكتاب سبباً في جعل كاتبنا يصل إلى أبواب الشهرة. فالأشعار في هذا العمل تتناول خيال الطفل البريء الواسع النطاق، والذي يأخذه إلى أبعد الحدود ليأخذنا من العالم الماضي إلى المستقبل. فيقوم الكاتب بأخذ كل ما يدور في عالم خيال الأطفال، وكأننا نعيش في خيال أحد هؤلاء الأطفال. وحسب قوله إن الأطفال ينورون طريق الشاعر، فالشاعر ينظر إلى العالم بعين الطفولة ليعبر لنا عن الوجود بتعابير جميلة. فمع مرور وقت طويل من نشر هذا الكتاب إلا أنه لم يفقد أهميته، فالأسلوب الذي اتبعه شاعرنا من خلال استخدامه تعابيراً خاصة في اللغة جعل عالم الشعر التركي يكتسب بعداً جديداً. فشاعرنا هذا قد حصل على العديد من الجوائز الأدبية، أهمها حصوله على لقب أفضل شاعر تركي الذي منح له من قبل منتدى الشعر الدولي عام 1967. فأشعاره كانت تحمل في ثناياها مواضيع شتى، ليمنح الشعر التركي الكثير، كما أنه بعمله هذا جعل القراء يعودون من جديد إلى ذكريات الطفولة فيذكرهم بها بأحاسيس جياشة. فالكتاب يجعلنا نتذكر طفولتنا وكيف يمكننا أن ننور ونضيء الطريق لمستقبل أفضل للطفل الذي يعيش بداخلنا. العمل الفني يشبه الموجود في داخلنا من جهة، ومن جهة أخرى هو كالبوصلة يوجهنا ليشير لنا المكان الصحيح الذي كان ينبغي علينا التوجه إليه. فاضل حسن دالرج. هذا الكتاب يتحدث عن انسلاخ الشخص عن هويته داخل هذه الحياة الحديثة التي نعيشها، فهو يشرح مدى مواصلة الإنسان التركي سعيه من أجل أن ينسلخ عن هويته التركية ويتخلى عن ذاته ليلحق بركب الغرب، فيتبنى عاداتهم وتقاليدهم، فيوجهنا إلى الحاضنة الاجتماعية التي ننتمي إليها دون أن ننسلخ عن هويتنا وأفكارنا.
الكاتب يقول: كان لدينا فنجان قهوتنا كنا نرتشفه بمتعة، فدخل الكولا في حياتنا، فالكولا لم نصنعها ولكنهم قدموها لنا، وكأنه جزء من حياتنا وثقافتنا. فالكاتب تناول العديد من العادات التي كنا نتمتع بها ليحل محلها عادات جديدة، فيعبر عن هذا بالقهوة والفنجان والكولا، ليكون الكتاب عبارة عن أجوبة على أسئلة كثيرة، منها: ماذا كنا؟ وما هو التحول الذي نمر به؟ وماذا يجب علينا أن نفعله جراء هذا؟ فالكاتب من خلال أجوبته على هذه الأسئلة يدعو قراءه للتعرف على رحلة الحضارة الطويلة التي قدمنا منها وما قدمه لنا هذا العصر الحديث. إن وسائل الإعلام أساسية لإحساسنا بالحياة في العالم الاجتماعي، فلقد حولت وسائل الإعلام المعيار الذي نتحرك على أساسه ككائنات اجتماعية. والآن في عصر وسائل الإعلام الرقمية، فإن وسائل الإعلام نفسها تحولت إلى منصات ومحتوى ومنتجين متعددين، استناداً إلى عمل نيك كولدري طوال 15 عاماً على وسائل الإعلام والنظرية الاجتماعية. يستكشف هذا الكتاب كيف أن تساؤلات السلطة والنظام الاجتماعي والطقوسي والرأسمالي قد تحولت جميعاً بسبب الاندماج المعقد بين وسائل الإعلام التقليدية والجديدة. في فصل الاستنتاج يطور كولدري إطاراً لدراسة مقارنة التفكير الجماعي حول أخلاقيات وعدالة حياتنا مع وسائل الإعلام. الكتاب شامل وعصري في تغطيته للدراسات والنماذج الواقعية، وفي طرحه لأكثر التساؤلات إلحاحاً حول وسائل الإعلام الجديدة، وهو إضافة جديدة للمكتبة الإعلامية العربية. ولد الكاتب نور الدين توبشو في مدينة إسطنبول عام 1909، وكان طفلاً هادئاً ومنزوياً على نفسه، فقد كان أكبر اهتماماته حتى في فترة الطفولة جمع الصحف والمجلات، وقد واصل تعليمه حتى المرحلة الثانوية في أوروبا، ليقوم بإرسال أول عمل كتابي له إلى جمعية علم الاجتماع التي كان عضواً فيها. واختار كاتبنا هذا دراسة قسم الفلسفة ليخطو خطوة جديدة نحو الكتابة، فالفلسفة كانت بالنسبة له هي حجر الأساس التي تقوده إلى بناء روح الكتابة بداخله، فالتفكير بالنسبة له هو السعي في سبيل الوصول إلى الحقيقة. فهذا الكاتب يدافع عن فكرة دمج كل من الحياة المعنوية مع الفلسفة ليحصل على أفكار متولدة من وسط دمج هذين المنهجين. يعبر الكاتب بأنه الإنسان الذي لا يعتمد على المعنويات والحس المعنوي، فإن أي عنصر آخر بعيد عن المعنويات لا يجعل الإنسان يصل إلى مكانة جيدة ورفيعة، فيتحرك ضمن نطاق هذا المبدأ ليكون هذا المبدأ من أهم أسس نظام التفكير، ويقوم بنقد العهد الجمهوري الذي جعل تركيا تتوجه تماماً نحو الغرب. كما أن كاتبنا الذي تعرف منذ صغره على كتابات الشاعر التركي العظيم محمد عاكف أرسوي جعله يتأثر طوال حياته بهذا الشاعر الكبير، كما أنه تمكن من التعرف على أهم علماء المسلمين في تلك الفترة كبديع الزمان سعيد النورسي من خلال حياته العلمية ووظيفته التي جعلته يتعرف على هذه الشخصية العظيمة. فهذا العالم الإسلامي الكبير جعله يتعلم أبعاداً جديدة ويدافع عن مفهوم أن الهوية التركية والهوية الإسلامية هما جزءان لا يتجزأان ولا يمكن سلخ أحداهما عن الأخرى، فهو الذي جعل أفكاره تنطبق على حياته ليعيش طوال حياته يدافع عنها ويطبقها، فهو من أهم المفكرين المثاليين في عصره. ومن أهم أعمال كاتبنا هذا الإسلام والإنسان، قضية إرادة محمد عاكف، مولانا والتصوف، الحضارة والثقافة، الدولة والديمقراطية، علم الاجتماع. هل الأمنيات مع الافتخار تجعلكم تذبلون؟ تجولوا في أحضان الطبيعة. هل أنتم من المرضى الذين يعانون من عذاب طموحاتكم؟ التجئوا بالبقاء تحت إحدى الأشجار.
إذا كان بداخلكم الخوف من العيش، وكان هذا الخوف يلحق بكم بخطواته ويركض وراءكم خطوة بخطوة، فحاولوا أن تتواجدوا على رأس أحد مصادر المياه الجارية، وحاولوا أن تجعلوا معها علاقة تواصل حقيقية. فالدواء الذي تقدمه الطبيعة لا تستطيع أن تجده في أي حكيم أو طبيب أو صديق. نور الدين توبشو. هذا الكتاب يطرح أسئلة عديدة حول وجهات نظر مختلفة عن الفنون ووجوه الاختلاف التي تجعل كل من عالم الفن التركي يختلف عن الفن المعاصر، فيطلعنا بشكل واضح على الأعمال الفنية التي ظهرت فيها أوجه الاختلاف وتعارضت فيها الفنون التركية مع الفنون المعاصرة والحديثة. فكاتبنا انطلاقاً من هذه الفكرة قام بتناول العديد من وجهات النظر عن مفهوم الفن من خلال آراء العديد من الفنانين والكتاب، ومنهم محمد كيمكسيز ومحمود شاهين وسلمى أقجان. فقام الكاتب بجمع أقوال كل تلك الشخصيات في عمل واحد ليتيح لنا الفرصة إلى قراءة عالم الفن التركي من فم كبار الفنانين الأتراك. يتناول هذا الكتاب أشهر عمليات الاغتيالات التي وقعت في الإسلام، بدءاً من الخلافة الراشدة مروراً بالعهد الأموي وانتهاءً بزوال الخلافة العباسية. لم يكن مخططاً عند البدء بالنبش في دفاتر التاريخ أن يكون الكتاب مقتصراً على الاغتيالات السياسية، ولكنك ستجد عند تصفح أوراق هذا العمل أن جل العمليات قد وقعت في سبيل التنافس والتحاسد على السلطة. سوف تتفاجأ عند قراءتك لعمليات الاغتيال أن أواصر القرابة والمودة قد تم التفريط بها والتخلي عنها من أجل صعود القمة وتسنم العرش. سوف تصعق عندما تجد الأب يقتل ابنه، والابن يغدر بأخيه، والأم تسمم ولدها، وهكذا. ونتابع حديثنا مع الكاتب بولانت أكيوريك. أنتم تقومون بمقارنة حياتكم مع حكايا المجتمع في الكتب والأعمال التي تقدمونها، أي من هذه الحكايا تكسب أكثر في هذه المرحلة؟ أنا آسف على هذا القول، ولكن القارئ أيضاً يكون لديه مشكلة، فالكاتب بالأساس هو من الكائنات المعضلة، فهناك حاجز يجب على القارئ أن يتجاوزه، يعني هذا الشخص الذي يسأل أسئلة كثيرة وينتظر أجوبة على أسئلته ويريد أن يأخذ بالنصائح، وهذه الأمور كلها صعبة على الإنسان. قد تذهب لأخذ بعض النصائح من أشخاص آخرين، أو قد تبقى في منزلك تفكر في بعض الأشياء في أحد الأيام مع العلم أنه ليس هناك شيء، لتقوم بعد ذلك بوضع أفكارك بين أسطر محدودة، فترى ذات يوم أن أفكارك هذه قد تحولت إلى كتاب ضخم، ويؤدي هذا إلى الكبر والتكبر، فيؤدي به غروره إلى القراءة أكثر فأكثر، أو يترك كل هذا على جنب ويبقى ليعيش حياة جاهلة دون أن يتعلم شيئا. فاكتساب العلم والوصول إلى المعرفة صعب جداً ويتطلب مجهوداً كبيراً، فالبقاء منغمساً في الجهل أمر صعب أيضاً على الإنسان. إذن هناك أمران خطيران أمام الإنسان يجعله يفقد كل شيء ويتضرر منه، أحدهما الكبر والتكبر الذي يولد فيه نتيجة اكتسابه العلم والمعرفة. تمشون عكس الكتاب الآخرين، فهل يزداد عدد المرافقين لكم في هذا النهج المختلف؟ إذا هم سلكوا نفس طريقي فأنا سأغير طريقي هذا لأذهب على الطريق المعاكس لهم. فإذا نظرنا إلى كتبنا ماذا يقال؟ لنكن أناس حقيقيون ونبتعد عن الخيال، وآخر يقول لنكن جديين ولا نحاول أن نؤذي حتى الحجر الذي يقف تحت أرجلنا. ماذا يعني هذا؟ فهناك أشياء معروفة تجعلنا نتبع الحقيقة في الحياة والتي تدل على الحقيقة، كالتراب والماء والنار والفواكه والخضروات والحيوانات. مع الأسف الشديد أحياناً أشاهد في بعض المعارض بعض الأطفال الذين يبلغون 12 من أعمارهم
لا يستطيعون التفريق بين كائنين من الحيوانات ولا يفرق بين شخصين من الناس. يعني يشاهد كتاباً قد تم نسخه للمرة 75 ولا يعرف الصورة التي فيه، سواء كانت صورة الثور أم البقرة، ولا يستطيع أن يفرق بين الديك والدجاج، حتى لا يستطيع التفريق بين أحد الطيور والدجاج. فمن أين له أن يعرف ما هو الدجاج وهو لم يشاهده في الدكان سوى منظفاً من أرياشه ومقطعاً وجاهزاً للبيع؟ فهناك أطفال قليلة جداً ممن رأوا الدجاج على حقيقته، لذا فأنا أردد قائلاً الحياة والعالم الذي نعيش فيه يوجد فيه جبال ومياه وأشجار وهواء وتراب، فأنا أتحدث عن أشياء حقيقية. فإذا بحثنا عن الأشياء الحقيقية وتركنا الركض وراء الأشياء الاصطناعية والخيال، نكون لم ننقطع عن واقعنا ونعيش فيه، وبهذا لا ننقطع عن غاية الخالق في خلق المخلوقاته، ونتبع طريق المعرفة أيضاً للوصول إلى الحقيقة التي نسعى إلى معرفتها لنظهر الطريق الصحيح. فأنا أنظر بجهة معكوسة لأظهر الطريق الصحيح. محزن حقاً أن لا ندرك حقيقة الأشياء في المراحل الأولى من عمرنا، حين يندفع بنا قطار الحماس بجنون نحو أحلام ترسمنا، ونعتقد بسذاجة أننا نرسمها، ويمضي زمن طويل قبل أن نعي أن الأهم من الوصول هو الاستمتاع بالرحلة، لأنها رحلة باتجاه واحد، محطاتها لا تعود ولا تعطيك جديدها إلا مقابل ما تسلبه من قديمك. وفي وصيته الأخيرة يختصر الكاتب الكبير جابرييل غارسيا ماركيز بعد تجربته الطويلة بقوله: إن سر السعادة يكمن في تسلق الجبل لا في العيش فوق قمته. ريم عبد الغني. مهرالي هو من الشخصيات التركية الذين يعدون من أتراك آسيا الوسطى، وحسب المحيط الذي كان يعيش فيه فقد تعلم جيداً ركوب الخيل، وتعلم كيف يواجه المصاعب ويكافحها ليتحول إلى بطل من الأبطال. فقد بطلنا هذا والده وهو في 17 من عمره، ولم يسمح الروس بدفن والده في مقابر المسلمين، وبعدما دفن أبوه رآه في المنام فقال له: كيف تسمح لهم أن يدفنوني هنا؟ فاستخرج والده من قبره الذي دفن فيه ليقوم اثنان من عساكر الروس بمنعه من ذلك، وفي تلك اللحظة لم يتردد في قتلهما لتبدأ ملاحقته بعد ذلك، ويبدأ قصته في العيش في الجبال هارباً وملاحقاً من قبل الروس. فأصبح بعد ذلك من أحد القادة العسكريين في حرب 93 ضد الروس لصالح الدولة العثمانية، فكتب بحقه بعد ذلك العديد من الأساطير والرثاء والعديد من الأناشيد والقصائد التركية تحت مسمى الأسد التائه، ليكون بطلاً حقيقياً أخذ مكانة رفيعة في تاريخ الملاحم، ليكون كشخصية كيرولو. فالكاتب جانكيت شاكالولو يسرد حكاية هذا البطل الغريبة في كتابه هذا. أنت أخي وأنت مماثلي، لأننا سجين جسدين جبلاً من طينة واحدة، وأنت رفيقي على طريق الحياة ومسعفي في إدراك كنه الحقيقة المستترة وراء الغيوم. أنت إنسان وقد أحببتك يا أخي، قل عني ما شئت فالغد يقضي عليك، ويكون قولك قرينة ظاهرة أمام حكمه وبينة صائبة لدى عدله. خذ مني ما شئت، فلست بسالب غير مال لك الحق بقسم منه وعقار استأثرت به لمطامعي، فأنت خليق ببعضه إن كان يرضيك بعضه. جبران خليل جبران.